مرحبا بكم أصدقائي، معكم يوسف من قناتي يوسف عبد القادر. اليوم الفيديو اليوم كثير ناس حكون لهم هاي الوصفة، فأنا حبيت أفيدكم فيها. وصفتنا اليوم كثير ستات بيوت وبنات كثير بيعانوا من هاي المشكلة، هي شيب الشعر. فأنا حبيت أقدم لكم اليوم وصفة غير مكلفة وباستخدام مكونات موجودة بالبيت راح تخلصكم من شيب الشعر. وصفتنا اليوم راح تخلصك من شيب الشعر بدون أي صبغات وبدون أي مواد كيماوية. وصفتنا اليوم تعتمد إنها طبيعية ومضمونة 100% ومجربة من كثير ناس، جربوها وما رح تندموا. بنبلش بمقادير الخليط اللي رح نعمله والوصفة رح تخلصكم من شيب الشعر بدون أي صبغات. المقادير اللي عندنا: ملعقتين كبار، استخدمنا هاي الملعقة، ملعقتين كبار من الشاي الأسود، أو تقدر تستخدموا إذا ما عندكم ملعقتين من الشاي الأسود تقدر تستخدموا ميدالية، فأنا حاب أستخدم الشاي الأسود. وعندنا هون ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير رح تكون كثير سهلة، بنكون محضرين مي، بنكون محضرين مي ومي سخنة، وبنضيف لها الملعقتين الشاي الأسود. أنا بستخدم الشاي الأسود، ملعقتين كبار شاي أسود بنضيف لها. وبعد ما ضفنا لها ملعقتين شاي أسود كبار بنحركهن، وهسه راح نحطهن على الغاز، ونخليهن يضلن يغلين. وبعد ما يغلين اهم اشي لما نحطه على الغاز يصير يضل يغلى ليصير معنا اسود على الاخر. وبعد ما يصير معنا اسود راح نفرجيكم كيف راح تصير معنا الوصفة بعد ما نحطه على الغاز. وهي هيك بعد ما صار عندنا الشاي غامق وغليناه على الغاز وخليناه غامق على الاخر، تركناه على جنب لمده 10 دقائق مع بين ما صار فاتر. وبعد ما صار فاتر هسه بنصفيه منيح بالصفايه. هاي الوصفة راح تخلصكم من الشيب بطريقة مضمونة 100%، وهاي الوصفة مجربة 100% من كثير ناس، جربوها ما راح تندموا. وهي بعد ما صفيناه منيح خلينا الشاي هون وخليناه فيه جواته، بنجيب ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة كبيرة ملح، هي ملعقة هاي كبيرة عندنا، وبنحركها منيح ليدوب عنا، نضل نحرك فيه ليدوب عنا، راح يصير عنا خليط راح ندهنه على شعرنا وراح يعطينا نتائج مضمونة 100%. وراح تكون نتائج انه راح يختفي الشيب بشكل مضمون وبوصفة مضمونة 100%. وبعد ما حركناه منيح هيك صار جاهز عنا الخليط. طريقة الاستعمال راح تكون كثير سهلة، بهذا الخليط. طريقة استعمال هذا الخليط اللي صار عندنا جاهز راح تكون كالتالي: بنجيب الخليط بندهنه على الشعر، من الشعر من الأطراف لجذوره بندهنه منيح. تقدر تستخدموا يا فرشاة أسنان تدهنوه فيها أو بإيديكم. وبعد ما تدهنوه منيح بتخلوه على شعركم ساعة إلا ربع أو 45 دقيقة. وبعد ما تخلص ال 45 دقيقة بنغسله بالماء. أهم إشي ما تغسلوه بالشامبو، إذا غسلتوه إذا بدكم تغسلوه بتقدر تستخدموا أي نوع كريم تستخدموه أو بلسم. وبعد ما هيك خلصنا من الوصفة وطريقة الاستعمال تقدر تستعملوه مرتين في الأسبوع. أهم إشي إذا بدكم نتائج مضمونة 100% استمروا عليه مرتين بكل أسبوع راح تعطيكم نتائج مضمونة 100%. وبتمنى إنه فيديو اليوم يكون عجبكم. عملنا وصفة خاصة للتخلص من الشعر الأبيض الموجود بالوجه بالشعر بطريقة مضمونة كثير، وكثير ناس جربوها. وإذا حبيتوا تستفيدوا منها أكثر جربوا وصفتنا ما راح تندموا، وادعمونا بلايك وتشتركوا بقناتنا عشان أضل مستمر معكم. شكرا لكم كثير، وصفتنا اليوم كثير حلوة وإن شاء الله تعجبكم. ولو حابين أضل مستمر معكم على طول ما تنسوا تدعموني بلايك، عشان اللايك هذا رح يحفزنا إن نضل مستمرين معكم. وبعد ما تضغطوا على لايك لو حبيتوا يوصلكم كل إشعار جديد بنشره اكبسوا على الزر الأحمر كلمة اشتراك. وبعد ما تكبسوا على الزر الأحمر رح يطلع لكم جرس صغير، لما تضغطوا عليه كل إشعار جديد رح ننشر على القناة رح يوصلكم واكبسوا عليه. وبتمنى إنه فيديو اليوم يكون عجبكم.